اتفضل اتفضل يا اتش. هذا مصاحب حرامي؟ مصاحب حرامي يا لهوي. هشام احب اعرفك الحرام. هشام اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. ممكن اقعد؟ اتفضل اتفضل. ولو مش عاجبك الكرسي ده يا سيدي انا ممكن اجيب لك كرسي معسل. روح هات لي يا ابني كرسي معسل من على القهوه يا ابني. ابو الواجب والله يا دولا. لا 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 انا ما بشيش. يا سلام، ما بتشربش شيشه؟ يا دولا ده حرامي ابن حلال قوي يا دولا ده. لا واضح طبعا من خطوطه، خطوطه كلها واضحه، ابيض يا اسود ما شاء الله. من حقي اتش، هو الخطوط دي بقى بيزنس ولا كارت؟ بص مش وقته خالص، مش وقت. انا بلطف يعني دولا. لا ما تلطفش ما تلطفش. بلطف بلطف. ايه انهزر ولا ايه؟ هشام قول لي بقى، فلوس اللي انت سرقتها؟ لا سرقتها ايه؟ اللي انت اقتبستها يعني من الخزنه عندي، يعني على سبيل الاعاره يعني. الفلوس دي صرفتها كلها ولا لسه فاضل منها حاجه؟ والله يا استاذ عادل ما قعدت نص ساعه، جبت بنصهم ده ولا ابويا وامي، وبنصهم التاني جبت كسوه للسبع عيال. هي دول الفلوس بتفضل على حالها اليومين دولت؟ انا بخاطر بحياتي عشان ابويا وامي. امهم فين؟ امال ام العيال يعني؟ في السوق. في السوق؟ ماتت في السوق. ماتت دهست عربيه كار وهي بتجيب اكل للسبع عيال. عربيه كار وهي بتجيب الاكل، عربيه خبطتها فماتت. عربيه كار اللي هي محمار. ما نحكوش يا دول ساعتها. دول شفت كنا ظالمين، كنا ظالمين. طب وابوك وامك يعني ماتوا ولا عايشين ولا؟ عايشين الحمد لله. ده عنده سبع عيال يا دول، سبع عيال. غير ابوه وامه، غير ابوه وامه. سبع عيال وامهم وابوهم. يعني ابوك وامك بقى يعني ما دام عايشين معاك يعرفوا ان انت حرامي؟ لا دول ممكن يروحوا فيها يا استاذ عادل. لا 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 ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يخليهم لك. ما تعملش كده. بقول لك ايه، بقول لك ايه، قوم بسرعه، قوم بسرعه، قوم بسرعه. بص خد امسك دي، دول خليهم معاك دلوقتي، خليهم معاك دلوقتي. ها ولا دول خد. بص احنا هنجري بسرعه من هنا لان في ناس يعني اما عرفوا ان انت جاي راحوا بلغوا البوليس. يعني بوليس؟ دول اوعى تكون انت. دول انا ايه؟ هو حد يعرف ان هو جاي غيري؟ لا. طيب امال ايه؟ يلا بسرعه 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 نجري من هنا قبل ما يجي. السرينه السرينه بسرعه بسرعه. خش على المخزن، خش على المخزن يمين. تعال 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 هنا. يا عيني مش لاقي لك صاحب يا رمزي. بالهنا والشفا يا سيدي. الله يهنيك. بصراحه يا استاذ عادل انا مش عارف اشكرك ازاي. لا شكرني على ايه يعني؟ انا صراحه اول مره اعملها يعني ان انا يعني حرامي ويسرقني واسامحه، يعني صراحه حاجه غريبه انا مستغربني يعني. يا ابني ما انا قايل لك انتهى بالوقت. ويا ابني قصدي يعني يا سبحان مغير الاحوال يا دولا. لا بجد انتوا الاثنين عملتوا معايا الصح. ولسه هلا. ولسه ايه يا ابني؟ ما انا خلاص ما بقاش عندي حاجه تسرق يعني. لا يا استاذ عادل انا لا يمكن اسرقك تاني، انا حرامي عندي مبدا. طب ومبداك ده كان فين لما جيت سرقتني؟ لا ما كانش لسه جه، انا المبدا جالي بعد ما سرقتك على طول. يا خساره، يا ريته جالك قبليها نص ساعه بس. بص بقى يا استاذ عادل انا عايزك تقف جنبي وتساعدني في السرقه. انا هقف جنبك. انا عايزك انت واستاذ عادل تقفوا جنبي وتجيبوا لي زباين. لا 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 هشام هشام ايه؟ لا كده زودتها قوي يعني. معلش يا استاذ عادل انت نسيت ولا ايه؟ ابويا اللي عنده القلب وامي اللي عندها الشلل والسبع عيال. معلش معلش خدش خدش خدش. كمان عايزك تعلمه السرقه؟ يا ستي ما هو حرامي بجح بقى. لقاني بقى سكت لما هو سرقني، قال بقى يسوق فيها يعني. ده مش حرامي، ده مجنون. بس تصدقي يعني بجد يا راني يعني صعب عليا. ما يصعبش عليك غالي يا بيبي. صعب بقى وخلاص. طب عملت ايه بعد كده؟ مفيش، بلغت طبعا البوليس. يعني بلغت البوليس طبعا. ايوه بعد ما بلغت البوليس ايه اللي حصل بقى؟ البوليس جه وقال ايه ده انت حرامي؟ وراحوا ماسكينه من الهدوم كده معاملة حراميه يعني. خدوه بقى الاسم يعني. حلو بقى. طب و 555 جنيه؟ يا رانيا بقول لك ما حلتوش اللضا يا رانيا، يا عيني ده بيصرف انا ابوه وامه عيانين وعياله يا عيني مش لاقيين ياكلوا يعني يا رانيا. يعني 555 جنيه الحمد لله راحوا علينا. الحمد لله راحوا وعمرهم ما يرجعوا تاني. الحمد لله الحمد لله. دور لنا كده بقى. يا سي بس ايه ما
معلم محمد عظمة الجزار. الله عليك يا دوله، ده لحمته التحفه. لحمته ايه؟ احنا رايحين نشتري منه، رايح يسرق المحل بتاعه. لا لا بلاش جزار، بلاش جزار. ليه بلاش جزار؟ مش انت عايز حد يعني مشفي مريش؟ اصل ايديهم سابقاهم على السكينه. ما قبل ما يمد ايده على السكينه تقوم انت مقلش المحل وجاري يا معلم. طب أرجوك شوف لي حد جواهرجي. جواهرجي الله، هو ده. شوف له حد جواهرجي يا دوله والنبي. جوهركي؟ اه شوف كده بس. ايه؟ محمد فص اللي هو عنده محل الجواهرجي اللي على الناصي عندنا. الله. وده بيقفل امتى؟ بيقفل يوم الجمعة. واجازته امتى؟ يوم الحد. يوم الحد يعني بياخد اجازة يوم الجمعة وبيقفل يوم الحد. بص مش ناقص غباوة، هو عموما يوميا بيقفل الساعة 10 بالليل. تقوم انت رايح له امتى بقى؟ الساعة 9 ونص بالظبط. هو رايح يشتري من عنده. يلا يلا بيقفل 10 10 و10 تقوم رايح له يا معلم. طفشتك في ايدك، مفكك في جيبك، ايوه عقلك في راسك، تعرف خلاصك وخالتي وخالتك وتفرقوا العمال وقالوا للحرام احلف. قالوا حياة قلبي وافراحي. ها قلت ايه؟ يا عيني على اللي جرالك يا محمد يا فص. حرام، زمان الحرام يقشط كل المجوهرات والاحجار الكريمه والياقوت اللي في المحل. ده زمان الحرامي ده بقى مليونير دلوقتي وبيلعب بالفلوس لعب. ممكن يبقى الحرامي ده مثلا وراه هم ما يتلم يعني. يا ريتنا انا يا اخويا اللي في الهم ده. زمانه دلوقتي قاعد يبلبط في احلى شواطئ امريكا اللاتينيه. امريكا اللاتينيه هي فعلا اللي ما يعرفش يقول عكس. انا مش فاهمه انا يعني انت بتعمل عنه الدفاع ليه؟ لا ولا بدافع عنه ولا حاجه، انا اعرفه منين؟ الهي يقبضه عليه. يا ماما تفهم من بقك يا ماما. رأي ناس. الحرامي ده اكيد اخدته السجن ان شاء الله. يا جماعه حرام عليكم يا جماعه. ماما نعم. اراهنك ان عادل مخبي علينا حاجه. يا شيخه ما تظلمهوش. من معرفتي الوثيقه دي ودراستي الفحيصه ليه ده منصص مع الحرامي. وثيقه وفحيصه. اسكتي بقى اسكتي ولا انت عارفه حاجه؟ يا ماما ده اخويا الوحيد وانا فاهمه كل حاجه. اسكتي. طب عليا الطلاق من مرحومه مراتي، ما كان فيه غير 3 جرام ذهب في المحل. يا عم وانا هاخد منهم حاجه يا سيدي. طب ورحمه ضميري، ورحمه ضميري ما كان في حاجه في المحل، انت مش مصدقني ليه؟ خلاص بقى يا دوله بقى. لا انت ايه قلبك اتحجر؟ ما الراجل بيحلف برحمه ضميره اهو. بس اللي قايلينه في الجرايد عكس ده. العكس في التاكسي يا دوله. بص يا استاذ عادل، انا عايزك تقف جنبي وترشح لي زباين جداد. لا 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 كده زودتها قوي 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 بقى يعني. انت شكلك نسيت يا استاذ عادل. انت شكلك نسيت ابويا اللي عنده القلب. وامي اللي عندها الشلل. مش مسألة نسيت يعني يا هشام، بس مسألة يعني ان الناس دول والدك ووالدتك يعني يعني اكرم لهم انهم يموتوا عن ان انت تعالجهم بفلوس. لا بعد الشر بعد الشر. تف من بقك. بس بقى معلش بقى. انا عايش في الدنيا دي عشان مين غير عشان اسعدهم. خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى. اسعدهم دولة بقى، اسعدهم دولة. بص شكله بريء ازاي دولة، بص شكله بريء ازاي. وبعدين يلا يا رمزي بعدين. انا قلقان جدا على الواد هشام الحرامي ده. اه دول ما واضح عليك اهون يعني. طب بقول لك ايه، ما تيجي نروح ندور عليه بقى في اسم البوليس. نروح اسم البوليس ندور عليه هنقول لهم ايه؟ عادي دول هنقول لهم في واحد اسمه هشام الحرامي صاحبنا. يعني انتوا مش طول لسه. لا هنروح للبوليس نقول لهم هشام الحرامي صاحبنا. بس يا رمزي، بس يا رمزي مش ناقصات، مش ناقصاكم، مش ناقص غباوته. انا قلقان جدا بقى لا يكون هو بيسرق الشركه، يلا يكون مثلا في جهاز انذار، يكون في اي حاجه فزمر بصوت عالي فجه البوليس قبض عليه. يا عم لا تفهم بقك يا دول، ان شاء الله يعني ربنا يجيب العواقب سليم يا رب. ايه ده هشام الحرامي جه؟ هشام الحرامي تعال تعال حبيبي، تعال من غير ما حد يشوفك. ازيك يا هشام حرامي؟ الحمد لله. ايه ضبع ولا نطع؟ ضبع. يعني ايه دول؟ تعالوا انت اللي نطع اللي قايل. تعالوا بعيد عن القهوه عشان ما حدش ياخد باله مننا، عشان احكي لكم كل حاجه بالتفصيل. ايوه اهم حاجه نبعد عن القهوه عشان ما حدش ياخد باله، لان شكلك كده ممكن الناس تفتكر ان انت حرام ولا حاجه. يمكن. بص بقى، لا ابوك ولا امك، كفايه سرقه لحد كده بقى يعني بجد كتير. انت قلتش الشارع كله يعني يا شاب. والفضل بقى كله يرجع للدوله حبيبي.
دي حاجة بسيطة يعني يا رمز، أنا حاولت أساعد مش أكتر يعني. طب هو أنا عملت حاجة؟ عملت حاجة؟ لا يعني يعني مش معقولة كل شوية هنقعد نسرق هنقعد نسرق لإلى ما لا نهاية يعني. أنت خلاص سرقت عشان تعالج أبوك وأمك، اللي أنت سرقته ده مش يعالج بس أبوك وأمك، ده يعالج مستشفى كاملة. طب ده لسه عندهم استشارة. لا 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 لا, لا كفاية، أنا مش هقدر أساعدك أكتر من كده، ولو أصريت بجد انا هبلغ البوليس واقول لهم على كل مكان انت سرقته كده. يا استاذ عادل هتتخلى عني في نص الطريق؟ احنا النص الوحش خلصنا منه، فاضل النص الحلو بقى. انا ماليش في الحلو. انا بقى ليا في الحلو يا دولا. يا سلام بقى لو قشطه كده على البسبوسه. قشطه دي وبسبوسه دي انت اساسا مش فاهم احنا بنتكلم في ايه. لغايه كده حلو قوي. الحلو بقى انك انت تشتغل شغلانه شريفه. بس يا استاذ عادل انا ما بعرفش اشتغل غير حرامي. لا كفايه سرقه لحد كده. وعموما لو عايز تشتغل شغلانه شريفه انا هقدر اساعدك. تساعدني ازاي؟ انا يعني عايز تساعد ابوك وامك في علاجهم، هساعدك في انك انت تشتغل معايا هنا في البازار. ايه بتقول يا دولا؟ هي الجبانه ناقصه قتله يا عم بقى. حمزه حاجه فيها خير يالا، ما تسكت يالا. يا دولا هيبقى حرام عليك بقى يا دولا، ده البازار بتاعي انا بقى لوحدي. يعني ايه البازار بتاعك انت مالك؟ ولا لو ما سكتش انا ممكن اطردك واخليه هو لوحده اللي يشتغل. ايه بتقول ايه يا دولا؟ بحسب. عموما هتشتغل ومن النهارده اسمك مش هيبقى هشام الحرام، امال هتبقى هشام الشريف.